طيب احنا اتكلمنا في السكشن اللي فات على ان انت لو عندك السورس بتاعك اي سي وعاوز تحوله الى فاريبل دي سي استعمل الريكتيفايرز تمام او الكنترول الريكتيفايرز يعني وسيمي فيز وسيمي فيز وفولي وسيمي والكلام ده كلام التفصيل. طيب لو كان عندك السورس بقى بالنسبه لك هو دي سي بس الراجل ده فيكس حاجه ثابته وحضرتك محتاج تحول الراجل ده الى برضه دي سي بس الراجل ده فاريبل استعمل ايه؟ الشغل تمام كده تمام. طيب طبعا انت خدت الشغل حاجات كده اللي هو البط والبوست والمعرفش البط بوست او حاجه كده كل احنا بس مهتمين بيه خلال الكورس بتاعنا حاجتين اللي هو بالنسبه لك البط وده دايما بيسمى في دايره المترين او في المود اللي هو بالنسبه لك لو انت عاوز تشغل الراجل ده كموتور يعني. الحاجه الثانيه دايره البوست وده لو انت عاوز تستعمل الراجل ده في البريكنج بشكل عام يعني تمام كده؟ طيب البريكنج نقص في زياده ولا هي مظبوطه؟ لا في زياده في زياده مشكله كده مظبوط؟ كده حلو كده حلو تمام؟ يبقى احنا بالنسبه لنا كل احنا بس مهتمين في دايره البط ده بالنسبه لك في دايره الموترنج بالنسبه لك وفي دايره البوست بالنسبه لك ايه؟ عشان تعمل ايه؟ بريك تمام كده؟ طيب طبعا اكيد ما دام انت بتتكلم على موترنج يبقى انت بتتكلم على سبيد كنترول تمام كده؟ فبالتالي لما هيقول لك مساله فيها سبيد كنترول او مساله فيها باك هما الاثنين بنفس المعنى. سبيد كنترول او باك هما نفس المعنى. اما البريكنج بالنسبه لنا هنتكلم على حاجتين، هنتكلم ان انت بتعمل ما يسمى الدايناميك بريكنج او الاستاتيك بريكنج ان انت حضرتك بتشيل الصدار وتحط قدام ريزيستنس تمام؟ او ان انت بتتكلم على ان انت بتعمل ريجنريت ان انت بترجع الباور ثاني على الصدار تمام كده؟ يبقى يا اما انت بتعمل ريجنريت يا اما انت بتعمل ريوستاتيك بريكنج او سميها الدايناميك بريك. في مشكله كده يا شباب؟ طيب دائره الضرائب نفسها دائره الضرائب بتيجي من السور بتاعتك بيبقى فيها ده وفيها ده يعني مش ده لوحده وده لوحده لا هي الدائرتين بيبقى موجودين مع بعضيهم بحيث لو انت عاوز تعمل موتور خاص او عاوز تعمل سبيد كنترول حتى لو انت شغال موتور مفيش منه مشكله عاوز فيما بعد تعمل بريكنج سواء على حسب بقى المود اللي عندك هو دايناميك ولا ريجنريت تقدر تعمل البريك اللي عندك. فالدايره بالنسبه لك الشباب بيبقى فيها الاثنين مع بعضهم. بس احنا هنا في وضع السيكشن او في وضع المسائل بتاع الامتحانات او بغض النظر كويس بقى ولا بيتم ولا الكلام ده بتاخد دي لوحديها وتاخد دي لوحدها بالنسبه لك. طيب انا محتاج اعرف ايه عن كل واحده من دول بكل بساطه زي ما اتكلمنا السيكشن اللي فات. احنا مش محتاجين ندخل في تفاصيل في كل واحد من ده عامل ازاي، كل اللي عاوزينه بس شكل الكوبلنس سيرفت عامله ازاي. الحاجه الثانيه شكل بس العلاقات او الريليشنز المختلفه بين الاوتبوت والانبوت اللي عندك. فالباك بالنسبه لك كان عباره عن حاجه بالشكل ده تمام؟ ده بالنسبه لك السويتش بتاعك او الكيو او دايره الشغل نفسها يعني وكان هنا في دايود بالشكل ده كده اللي انا كنت بسميه فاكر انت اسمه ايه؟ اللي هو الفري ويلينج دايود. الفري ويلينج دايود عشان ايه؟ التيار والكلام ده. وده كان بالنسبه لك ادي الجي اس وكان بالنسبه لنا هنا في الاوت بولت اللي هو هنا في حالتنا كموتور حضرتك بتبقى حاطط هنا دايره الموتور بالشكل ده تمام؟ فبالتالي ده هو نفسه مين؟ هو نفسه دايره الارمشر هو نفسه الاوت بولت بتاع الشوبر هو نفسه الاوت بولت بتاع الموتور اللي عندك اللي هو بيكون مين؟ ال في اي تمام؟ وده بالنسبه لك ادي الار اي وهنا الباك ام اف تمام؟ والكرنت ماشي هنا الاي اي. وبالنسبه للكونفرتر نفسه بحطها هنا في في اس وهنا في كمان مين؟ في اي اس. في مشكله؟ وطبعا لو انت فاكر الراجل ده كان بيشتغل لفتره معينه او توكا لمين؟ لحاجه بسميها الكي وده بالنسبه لي كان الديوتي سايت اللي هي بالنسبه لي يعتبر التي 1 على التي 1 زائد التي او تمام؟ في مشكله؟ انا ما يهمنيش الرسومات اللي كانت العلاقه بين الاوت عامله ازاي والانبوت عامله ازاي، ما يهمنيش الرسومات نفسها عامله ازاي، احنا مش بنمتحن امتحان بره الكرنس، انا كل يهمني ان علاقه الاوت فولتج اللي هو نفسه الفي اي بالفي اس حد فاكر كانت عباره عن ازاي؟ بالظبط هو كان عباره عن الكيف في اس ده اللي يهمني جت ازاي مش موضوعنا النهارده ده انت خدته التفصيله قبل كده الترم اللي فات. الحاجه الثانيه علاقه الاي اس بالاي اي كانت ايه؟ برضه كانت الكي ده اللي يهمني من خلال الجزء الخاص بالباور الكترونكس اللي انت درسته قبل كده تمام؟ ده اللي يهمني من خلال الجزء اللي انت درسته قبل كده في الباور الكترونكس.
طيب لو انا سالتك حاليا انا عاوز احسب الانبوت باور اللي داخله هنا. مين الانبوت باور بكل بساطه؟ هي عباره عن ال في اس سوين في الاي اس. دايما يا شباب كل العلاقات اللي احنا هناخدها ان شاء الله النهارده يعني او كل قوانين دايما هنحاول نربطها بحاجتين اللي هو الفهم ده عشان نعمل الموضوع احنا في المساله السبلاي فولتج والارميشر كارنت. دايما اي رول هناخده النهارده هنحاول دايما نربطه بالاثنين دول اللي ده دايما هو في المساله هو اللي معروف بالنسبه لك او الاسهل ان انت تجيبه تمام. فبالتالي هنشيل الاي اس الخط بتاعها الكي في الاي اي. فبالتالي الاندو باور هي عباره عن الكي في الفي اس اثنين الاي اي في الاي اي بالشكل ده تمام. يبقى انا شلت بس الاي اس وحطيت بداله مين؟ الكي في الاي اي. في مشكله؟ طيب الحاجه الثانيه لو حضرتك قسمت كده دائرتك وحبيت تشوف الار ايكوفلنت لو عشان مثلا كان 7 مثلا كوبلنت 7 في الكلام ده وحبيت تشوف الار ايكوفلنت اللي شايفها الصدايه من هنا عاوز تشيل عاوز تشوف الار ايكوفلنت بتاع السورس او بتاع سوري بتاع اللود ده كله بتاع اللود ده كله هتبقى عباره عن كام؟ بكل بساطه ان الار ايكوفلنت بالنسبه لك هو عباره عن ال في اس على الاي اس تمام؟ الفولت اللي هنا على الدرجه اللي هنا يدي لك كل الريزيستنس بتاع الناس دي اللي انا سميها الار كوفر اللي هنا في حالتنا عباره عن كام؟ ال في اس على الكي في الاي اي تمام؟ الموضوع يا شباب بيبقى بسيط جدا ما تصعبش على نفسك وانت كل الموضوع انت بتبقى حافظ شويه رولز دي متعوض فيها. الدكتور عادل ان شاء الله هيمشي زي كل سنه وان شاء الله هيمشي يعني المساله مش اكتر من كده. يعني هشوف ان شاء الله احنا بنحل كمان شويه اول ما تقول يقول لك احسب الفي اي بتعوض في القانون ده، احسب ما اعرفش الاي اس بتعوض في القانون ده، احسب الانبوت باور بتعوض في ده، احسب الار بروبلم بتعوض في ده، مفيش اكتر من كده تمام؟ بالاضافه ان انت تبقى فاكر ان الراجل ده شغال كموتور فبالتالي انت عندك ان الفي اي بيساوي الاي زائد مين؟ الاي في الار. بالاضافه ان الراجل ده عباره عن الكي في الاي اف في الاوميجا او الكي في الفاي في الاوميجا على حسب الكي بتاعتك عامله ازاي والتورك عباره عن الكي في الاي اف في مين؟ في الاي اي. طبعا انا هنا بالشكل ده يا شباب بيبقى الكي بالنسبه لي اليونتس بتاعته ايه؟ اليونتس بالظبط فولت على امبير فريديان بير سكند تمام؟ يبقى اليونتس بتاع الراجل ده بالشكل ده. حاضر مطلب على حاجه؟ طيب فبالتالي احنا مش محتاجين اكتر من كده عشان نحل مساله الراجل ده عامله ازاي؟ هو ليه مسجلين دي سايكل بيكي وسايكل بيكي يعني ليه الاربعه؟ معلش احنا اسفين ادي الكي في وادي هنا الكي تي والكي في بيساوي الكي تي بالشكل ده. حلو كده؟ بس اقول لك انا اعتراضي قول لي سماني اسمه مختلف خلاص الموضوع خلص يعني. واحنا بنتكلم بس في سنه رابعه مش بس في سنه رابعه. حد بيتكلم حاجه؟ حد عنده مشكله يا شباب؟ طيب ده بالنسبه لنا كل اللي بتعمله لو مسالتك سبيد كنترول او زي ما قلت لك مسالتك ايه؟ عباره عن باك كنترول. تعال نحل المساله على الكلام ده وبعد كده نكمل باقي الشرح بتاع النهارده. ايه؟ بص هو ممكن بس الدكتور يستغلها كسؤال نظري حاجه سهله يعني ويجيبها لك. سالته ايه؟ ممكن الدكتور يستغلها كسؤال نظري ويجيبها لك. وطبعا يا ريت يجيبها حاجات سهله جدا. لو انتوا فاكرين يعني. فيعني لو جابها يبقى كويس قوي. بس انا قصدي في حاجات اهم تاني. الفترة اللي هو تو فترة والكلام ده. فيما بعد فترة الكروس لوب والاوفر لوب. ففي حاجات نظري اهم من ان انت يجيب لك رسومات يعني. طيب عشان بس نستكمل الكلمتين احنا قلناهم دول. الشيت بقى اللي عندنا ده اللي هو الشيت رقم 3 في الدي سي. الشيت رقم 3 في الدي سي بالنسبة لك. طيب يقول لك المسألة رقم واحد عندك دي سي سيريز موتور الراجل ده في المسألة بيديني الار اي ويل 4 الار اف ويل 6 تمام ومدي لك الكونستنت بالنسبة لك حاجة بالشكل ده تمام 35 ملي فولت على امبير ريد امبير سكند تمام. طيب مدي لك الراجل ده حضرتك بتعمل عليه سبيد كنترول عن طريق اللي هو البانك انفرتر تمام بحيث ان السبلاي فولتج
600 فولت السبلاي فولتج 600 فولت تمام. دي كده بالنسبه لك او بالنسبه لك الداتا بتاع السبلاي اللي هو الام اللي هو داخل من هنا تمام. طيب بعد كده مدي لك الداتا بتاع اللود بيقول لك ان الراجل ده بيشغل لود او عن لود لودنج كونديشن لودنج كونديشن معين كام ميد ديفلوبر حاجه بالشكل ده كده 5 4 7 نيوتن متر تمام. بس هو مش ده اكتر من كده. يبقى بكل بساطه هو مدي لك المساله دي سي سيريز موتور تمام. مدي لك الار اي والار اف وي الكي في بتاعته بشكل معين تمام. بيقول لك الراجل ده بيعمل عليه سبيد كنترول او ما يسمى او انت استعملت يعني الباك كونفرتر كونفرتر عشان تجيب ال او تعمل سبيد كنترول وعند لود معين كان الدوبل كنترول بالشكل ده. عاوز يرسم ايه؟ عاوز يرسم شكل الاوميجا مع الكي. عاوز يرسم شكل السبيد بتاع الراجل ده مع الديوت سايكل بتاع الكونفرتر ده عامل ازاي؟ طيب ايه القانون اللي انت اخدته او تقدر اللي انت شايفه هناك ده كده يربط الراجل ده مع الراجل ده؟ اللي انت واخده هناك كده يربط ده مع ده؟ اولا لو انت عايز تجيب سرعه بالنسبه لك يبقى لازم يكون عندك معادله الاي والاي نفسها داخله في معادله الفي. فبالنسبه لك بدايه حالك لو انت قلت ان الفي هي عباره عن الاي زائد الاي في الار اي هتلاقي ان الراجل ده هيظهر جواه الاوميجا والراجل ده هيظهر جواه مين؟ الكي. مش كده؟ يبقى المعادله الاساسيه بتاع النقطه بالنسبه لك ده هيظهر جواه الكي ده هيظهر بالنسبه لك مين؟ الاوميجا. طيب يبقى بشكل عام ده هو عباره عن الكي في الفي اس بيساوي الكي في الاي اف. ليه اي اف؟ عشان النص بالنسبه لك كام؟ ملي فولت امبير بير امبير في ريال بالسكت تمام؟ في الاوميجا الكلام ده زائد الاي اي في الار اي. طيب الحاجه الثانيه الار اي بلس الار بتاع الفيلد. ما صح انا لسه كنت بصعب الغلطه دي. الموتور بتاعك اساسا ايه؟ سيريز موتور تمام؟ فبالتالي هنا بس في زي ما محمد كده انت بتقول هنا في كمان ار اف بالاضافه ان انت تقدر تشيل الاي اف وتحط ده على مين؟ اي اي تمام؟ طب معلش بقى انا هرتب الكلام ده بشكل اكبر هنا عشان استمرت التركيبه يعني. يبقى اقدر اقول هنا ان الفي اي هو عباره عن الاي زائد الاي الار اي زائد الار اف. يبقى ده بالنسبه لك هو الكي الكي في اس وده عباره عن الكي في في الاي اي في الاوميجا تمام زائد الاي اي في الار اي زائد الار اف. في مشكله في الكلام ده؟ حد بيعمل حاجه؟ طيب البي اس موجود عندك في المساله الكي طبعا انت محتاجها تسيبها زي ما هي. الكي في موجود عندك في المساله الاي لازم تجيبها. تجيبها ازاي؟ الراجل مديها في المساله التور وانت عارف ان ده عباره عن الكي في في الاي اف في مين؟ في الاي اي او الكي في مين؟ في الاي اي سويت. حضرتك عندك ده في المساله وعندك الكي في في المساله اقدر اجيب الاي اي هو عباره عن بتنط على الكي في والكلام ده تحت الرود. فكده الاي اي بالنسبه لك كمان موجوده في المساله. يبقى انت لو رجعت الايكويشن دي هتلاقي ان البي اس موجود، الكي في موجود، الاي موجود، الاي، الار، الار، الناس دي كلها موجوده. تمام كده؟ فاصبحت الايكويشن بالنسبه لك تقدر تقول ان الاوميجا بالنسبه لك هي عباره عن الكي في رقم ثاني اللي هو بالنسبه لك يعني هيطلع بالشكل ده الكي في اس على الكي في في الاي اي وده كده هيطلع معاك رقم ده كده هيطلع معاك هيطلع معاك رقم تمام كده. الكلام ده ناقص الاي اي في الار اي زائد الار اف ده كله عباره عن رقم على الكي في في الاي اي برضه عباره عن رقم. تمام يا شباب كده؟ يعني في اخر الكلام ده خالص هيطلع رقم معين في الكي ناقص رقم تاني. يبقى الاوميجا بالنسبه لك هتطلع معاك حاجه بالشكل ده. حتى مش كده؟ يبقى لما اعوض هتلاقي في الاخر ان الاوميجا هتطلع كونصل في الكي ناقص كونصل في تاني. فلو حبيت ترسم حاجه زي دي هتعمل ايه؟ لو قلت ان ده الكي وده الاوميجا. طيب الكي بالنسبه لك الرينج بتاعها من كام لكام؟ الكي من 0 ل 1 تمام؟ فالكي بالنسبه لك هو اصغر رقم 0 اكبر رقم بالنسبه لك 1. عوض بقى دي في الايكويشن عوض هنا في الايكويشن ده مره ب 0 ومره ب 1
هيطلع معاك كيرف بالشكل بالشكل ده. بس ما تنساش انت شغال موتور. كلمه موتور بالنسبه لك يبقى سرعه بالنسبه لك في دايركشن واحد بس. اصل انت هتقول السرعه كده بالنسبه لك موجب وساري، معنى كده ان الراجل بيتحرك ايه؟ مره موتور ومره عكس الاتجاه اللي هو ريفيرس، يعني مره فورورد ومره باك. فبالتالي بس بينا ان الكلام ده مش موجود. بس والافضل طبعا تحسبه قيمه الكي اللي تخلي الكلام ده بزيرو. يعني كل اللي هتعمله عوض هنا الاوميجا بتاعتك بزيرو، حط الاوميجا بتاعتك بزيرو عشان تجيب الكي بتاعتك الكي هنا بكام. تمام؟ وطبعا ده عباره عن اي خط كده مش لازم يعني، بس تبقى عارف ان الاسلوب بتاع الراجل ده اللي هي الحته دي. عشان برضه الموضوع يبقى واضح في البيت، الموضوع يبقى واضح في البيت بالنسبه لكم. لو قلت الكونس ده هو عباره عن ايه؟ والكونس ده هو عباره عن ايه؟ فالاسلوب بتاع الخط ده هو ايه؟ والنقطه دي بالنسبه لك هتبقى عباره عن بي على ايه؟ النقطه دي بالنسبه لك هتبقى عباره عن بي على ايه؟ حد عنده مشكله؟ المساله اللي بعديها كانت نفس النظام بالظبط وكان عاوز نفس المضارب، بس الاختلاف الوحيد بدل ما ده كان سيريس موتور كان سيبت موتور، ونفس الكلام بالظبط. المساله اللي بعديها كانت نفس الخطوات ونفس الحل ونفس كل حاجه، بس الفرق الوحيد بس مين؟ نوع الموتور بالنسبه لك. فكان الفرق الوحيد بس انت هتعمله حاجه زي كده، ان دي مش هتبقى موجوده في المساله. الحاجه الثانيه ان الاي اي مش هو نفسه هيبقى الاي اف. طبعا هو هنا مديلك الاي اف في المساله، والحته دي ما ينفعش تقول ان هي سكوير بس. يبقى الفرق الوحيد بس ان انت هتشيل الاي اف من الاكويشن بتاع الفي اي، بالاضافه ان انت مش هتقول ان الاي اي هو نفسه الاي اف. ده كده كانت مساله رقم 1 و2، في مش مفهومش المشكله. وعلى فكره مساله فاينل بيكون نفس الكلام ده، يعني ما تقولش دي مساله سهله فبلاش. لا لا، مساله فاينل او ميد تيرم بيكون في نفس الريتش. بس السنه دي هيبقى في تغيير بسيط شويه بالمره يعني. غالبا دكتور عادل هيبقى عليه 30 درجه في اعمال السنه في الفاينل، وفي 20 مع دكتور هيثم و20 مع دكتور حمدي. بلاش 20 مع دكتور مهاب يعني. دكتور عادل ما بيسالش نفسه، هو في الاخر بيجيب مساله واحده بس. ممكن يبقى الاول سؤال نظري وثاني سؤال مساله زي دي. فبالتالي يبقى عليها دروس كبيره قوي درجات، فتاخد بالك وانت بتحل. لو غلطت غلطه صغيره او رقم طلع غلط، فبالتالي هتلاقي نفسك حصل لك مزيد في الدرجات بسم الله ما شاء الله. فدكتور عادل 30 درجه حرام تضيع منك الفاينل، سواء بقى كنت بتدور ان انت تنجح او بتدور ان انت تجيب تقدير. 30 درجه يعتبر مضمونين في ايدك يعني. والنظري بتاعه في الاخر هتلاقيه عباره عن 3 4 اسئله نظري، فانت بتحفظهم زي ما هم. اعتقد في مساله ثالثه، على وجه الدرجه. في مساله ثالثه. طيب، مساله رقم 3 يا شباب. صوت. برضه مساله رقم 3 بيقول لك ان انت عندك في سيريس موتور، يقول ان انت عندك سيرة موتور. تمام؟ فالراجل ده برضه بيغذى عن طريق دي سي تو دي سي كونفرتر، ومدي لك السبلاي فولتج بتاعه 600 فولت. يبقى السبلاي ده 600 فولت. معلش بس انا محتاج اشكل كده، لو انا بحب اكتب الاول الداتا بتاع الموتور عشان تبص المسألة. الموتور نفسه مدي لك الار اي، مدي لك الرقم ده، مدي لك الار اف بالرقم ده، ومدي لك الفي بي حاجه بالشكل ده كده 5.27 ملي فولت على امبير كريديان بسنة. تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول لك الكونفرتر اللي عندك اللي اصعب عن طريق سبلاي فولتج قيمته 600 فولت. ده كده بالنسبه لك الدي سي كونفرتر بالنسبه لك. تمام؟ طيب ومدي لك في مساله بيقول لك عند لوج معين، عند لود معين الاي اي ده كام؟ 450 امبير. تمام؟ والديوب سايكل بالنسبه لك او عند الكي ده كان الكرنت ده. الديوب سايكل بالنسبه لك برقم زي كده. تمام؟ عاوز يحسب ايه بقى؟ عاوز يحسب الام باور اللي هي جايه من الصبلات. عاوز يحسب بالنسبه لك بعد كده الار ايكوفلنت اللي هيشوفها الكونفرتر بالنسبه لك. عاوز يشوف الار ايكوفلنت بالنسبه لك قد ايه. بعد كده عاوز يحسب الموتور سبيد اللي هي الاوميجا. بعد كده عاوز يحسب الديفلوب تورك.
المسألة دي يا شباب لو حضرتك حافظ الرول بالنسبة لك هتعوض جوه شرط، مش هتعمل أي حاجة في المسألة. يعني بكل بساطة عاوز تحسب الانبوت باور اللي هي مين؟ في اس كويس. هو المفروض انت هتقول ان الفي اس كويس تمام؟ بس مش ده اللي بنستعمله، هو مباشرة مين؟ الكي في اس بالاي ال. حضرتك اكتب ده مباشرة معوض فيه. ان انت مش هتقعد تستنتج له ان الاي اس هي عبارة عن الكي في الاي والكلام ده، اكتب ده مباشرة معوض فيه. عندك الكي وعندك الفي اس وعندك الاي ال. تمام؟ طيب عاوز يشوف الاي كوبلن اللي هي بالنسبة لك الفي اس على الاي اس اللي هي بالنسبة لنا الفي اس على الكي. الفي اس على الكي في الاي ال، عندك كل الناس دي تقدر تعوض فيها. تمام؟ طب اجيب الاوميجا ازاي؟ الاوميجا بالنسبة لي هي عبارة عن الاي على الكي في الاي اف اللي هي بالنسبة لي هنا في المسألة الاي اي عشان الراجل ده سيريز موتور. هنا سيريز موتور فالاي هو نفسه الاي اف. طب الاي نفسها عبارة عن كام؟ هي عبارة عن الكي في اس ناقص مين؟ هي عبارة عن الكي في الفي اس اللي هي بالنسبة لك دي مين؟ اللي هي الفي اي يعني؟ ناقص الاي في الاي زائد الاي في الناس كلها موجوده عندي. تمام يا شباب؟ طيب اهم حاجه بالنسبه لك التورك اللي هو بالنسبه لك الكي بي في الاي اس كيو بس ادي المساله. حد عنده مشكله؟ هو المساله اللي كانت الكي دي كان لازم نضرب كان ايه؟ الكي دي عشان نجيب الاي اي كان مش هتساوي كي بي عشان نعمل الكوب. لا ما انا قلت لك مدام دي ريجنت بالسكن مش فارقه معاك الكي دي هي نفسها الكي دي. لا لا مش فارقه معاك هي انت تخيل بس ما انت كده كده تحوله بعد كده. يعني انا قصدي دي هتبقى بالنسبه لك كام؟ 5.27 في 10 ناس سالت كام؟ الميل يتحولها طبعا يعني انا بتكلم دايما على الاختلاف هنا. مشكلتك دايما لو دي ار بي ام يبقى ده مش هو ده. لا هيبقى في علاقه بينهم هتبقى بقى على 60 او 60 على 100 تمام؟ اما طبعا بالميلي فولت لازم تحولها بالفولت طبعا يعني. حد عنده مشكله كده يا شباب؟ ده بالنسبه لك هي دائره الباك زي ما قلنا نعملها في نستعملها في حاله الزيت كنترول وما تعرفش اكتر بس من شويه الروز اللي انت حافظهم دول. ولو انت عاوز تعرف رسومات اعرف المراقبه. ادي مثلا وليكن رسمه الفي اس وده كده بيبقى رسمه الاي هو ده اللي انت بتبقى عارفه في المساله. تمام؟ بعد كده بقى بالنسبه لك الاي اس هتلاقي بالنسبه لك حاجه زي كده. اللي هو بالنسبه لك لفتره معينه بس لما يكون اللي هو تي اون بس. الفي اي نفس النظام هتلاقيه كده. لحد هنا بس. وهكذا كمل مع نفسك. يعني الكلام ده سهل جدا جدا ان انت تحفظه او تعرفه يعني. فعاوز تعرفه تحسبا لسؤال نظري ماشي. مش عاوز تعرفه لا. ده اللي بص بالنسبه لك لو انت فاكر كان بالشكل ده كان عباره عن اللهم ذكرني مش كده يا شباب؟ حاجه زي كده ايوه كده ان شاء الله تمام؟ وادي بالنسبه لك ادي الشغل اللي انت مركبه او يعني السويتش اللي عندك يعني وده ده بالنسبه لنا ولو كملنا رسمتنا هتبقى عباره عن ادي الار اي وادي الباك اي ام اف تمام. وده بالنسبه لنا من هنا لهنا هو عباره عن الفي اي اللي هو نفسه يعتبر البوت بتاع الايه؟ بتاع شغل الفي اي هو نفسه وانا مش ما بعرفش اعمل في الدكتور يبقى ما بعرفش اعمل في الدكتور يبقى ده في الكنترول. ايه المشكله هتعمل ده في الكنترول عادي يعني؟ ايوه ما انت كان بدل ما كنت تتحكم في البي ايه تتحكم في البي اف. في مشكله بس مش حاجه بس هنا طبعا البي اس وهنا بالنسبه لك الاي اس وده شغال لاما هو ما كانش بيتكلم بوصه هو كان بيتكلم بشكل عادي اللي هو الباك مثلا بس هنا في مشكله في الباك
لا مش مشكله. البوست مش حاجه عشان انا لا البوست اساسا بالنسبه لك ده في الحاله الفريق هو بيتكلم بشكل عام على البطن مش كده؟ بيتكلم في البطن عادي مش بيتكلم على دي. فانا بقول له عادي خالص نفس الحاله اللي بنعملها هنا بدل ما كنت تقول ان الدي ايه هو عباره عن الجي تي اس لا ركب ده نحو في يبقى الفي اف هو عباره عن الجي تي اس. هو بيسال على كده على الفئه بيسال على ايه؟ تمام كنت تقول هنا؟ ده كان بقول ايه؟ لا هو بيتكلم صح؟ انت عشان تعمل فيه كنترول ايه اللي بيحصل فيه؟ انت بتحاول تقلل الاي بي مش كده؟ معنى كده تقلل مين؟ ده هو في اف على الار اف يبقى لازم تقلل فيه ده. طيب ده لو استعملته بالطريقه دي فعلا هيقل. اما البوست بالنسبه لك ده بيرفع هو جاي من اسمه عشان كيبل الصوم يعني ايه؟ عشان كيبل الصوم بتظهر معانا في الكاميرا بيرفع بغض النظر سؤال ولا كلمه انا سؤال ايه بغض النظر عامله ازاي يعني بس انا بتكلم كلمه بوست اساسا هي كلمه اسمها كده حاجه بترفع هتلاقي ده من الاول اكبر من هنا على عكس هنا لا انت دايما عاوز تقول بتاعك صغير الاول صغير فخلي بيتكلم المنطق ده طبعا كلام صح في 100%. طيب هنا بقى بالنسبه لك عاوزين نعرف برضه نفس النظام انا نسيت بس اقول لكم او انا كنت لسه اقول انتوا نسوني ان الراجل ده اساسا شغال في البريكنج مود يعني معنى كده ان الكهرباء بالنسبه لك خارج الورق تمام بغض النظر انت مرجع الكهرباء بتاعتك اللي هنا على سبلاي تاني فبقول عليها اللي هو الريجنريت بريكنج او بدل ما كنت موصل كده طبعا كده في اي هنا نفس الدايره ممكن تبقى حاجه زي كده نفس الدايره شغال كده اهو تمام بس بدل ما هنا في سبلاي في ايه؟ في ريزيستنس بدل ما ترجع الباور بتاعتك على السبلاي تاني اللي هو بسميها اللي هو ريجنريت بريكنج هنا الديناميك بريك تمام هما الاثنين نفس الدايره بس بدل ما ترجع القرار بتاعتك على السبلاي لا بترجعها على ايه؟ ريزيستنس بالنسبه لي وانا ده بسميه الاي بي اللي هو اختصار كلمه بريكنج كارنت ونفس الحاجات بالظبط هنا الاي ايه وهنا ادي الفي اي او نفس البط بتاع الشغل تمام وادي هنا الاي وادي هنا الار اي تمام هما الاثنين زي بعضين بالظبط بس الفرق الوحيد هل حضرتك حاطط سبلاي ولا حاطط ايه؟ ريزيستنس بالنسبه لي في مشكله؟ ايه اللي انا محتاج تعرفه؟ محتاج تعرف علاقه الاي اس بالاي اي نفس النظام اللي بالظبط هي عباره عن 1 ماينس الكي في الاي اي وان الفي اي هي عباره عن 1 ماينس الكي في الفي اس. انت خدت الكلام ده مع الدكتور علي ولا لسه؟ خدتوه يعني. طيب ده كل اللي عاوزك تعرفه ان نفس النظام برضه هناك بالظبط الفرق بس الوحيد ان هنا كانت كي وهنا كانت كي لا هنا 1 ماينس كي وهنا 1 ماينس كي. طيب نفس النظام لو حضرتك محتاج تعرف مش الاند بار بقى لا البار اللي هترجع على السبلاي او بسميها ممكن ايه؟ بسميها جنريتد باور. الباور اللي هترجع كده على السبلاي هيبقى كام؟ يعني الباور اللي انت محتاجها هنا او سوري مش المحتاجه الباور اللي هترجع لك هنا هتبقى كام؟ برضه في اس مين؟ فلاي اس شيل كل حاجه في الباور اللي عندك وحط الدلالات مين؟ البي اس والاي اي يبقى الراجل ده بالنسبه لك في الاخر هو عباره عن 1 ماينس الكي في البي اس مين؟ في الاي اي تمام؟ ده كده بالنسبه لك اللي هو مين؟ الباور اللي داخل على السبلاي اللي عندك. طيب محتاج يجيب الار كوفنت مين الار كوفنت بالنسبه لك؟ خلي بالك السورس بالنسبه لك حاليا محتوى ده هو ده اللي مرجع لك الباور فانت عاوز تشوف الار كوفنت خلال الموتور اللي عندك يعني مثلا عاوز تشوف اللي هنا ده كان السبلاي بالنسبه لك انا كان بتحسب سن الكوفرنس سيركت في الحته اللي هناك دي فده بكل بساطه هيبقى كام؟ هو هيبقى عباره عن الفولت اللي هناك اللي هو الاي على الكرنت في نفس المنطقه اللي هو الار يبقى الاي على الار اللي انت عاوز تحسب الكوفرنس اللي شايفها في الطول هنا
هسأل سؤال بس معلش ان انا نفسي مش بصراحه مش عارف الاجابه بتاعته اللي هي بتاعت العمليه هو ليه الناس دي؟ هل الدكتوره قالت في المحاضره؟ طب حد عنده لو عايز اعمل موديلنج مثلا مش عارف انا عمال اشوف لكم اجابه مقنعه ليها انا مش لاقي لها اجابه مقنعه بصراحه بقول لكم ايه؟ ان انا مش عارف ليه بحسب ده كوبرن سواء في الباك او البوست او هي بتضرب دايما في مسائل بس ليه براكتيكال ليه؟ بحسبها ليه؟ مش عارف هو ممكن يكون عشان الموديلنج او حاجه زي كده انا اعرف بعضي طيب اللي يهمني بقى حاجه ثانيه اللي يهمني حاجه ثانيه الاي بالنسبه لك يا شباب الاي ايه علاقتها بالبي؟ ماينس ولا بلس؟ انت هنا بتتكلم على جنريت يعني بالنسبه لك بتتكلم ان الراجل ده اكبر من ده عشان كده اضطر اتخانق كده فبالتالي ان الراجل ده هيبقى كام؟ ما تنساش ده بلس مش ماينس تمام؟ بلس مين؟ الاي اي في الار اي بالنسبه له او الار اي بشكل عام ممكن تبقى ار اي زي الار اف لو الراجل بس اللي موتور يعني تمام؟ وطبعا تقدر تشيل ده وتحط اداله اللي هو الكي واحد ماينس الكي في الجي اس زائد الاي اف زي ايه؟ في الار اي لو قسمت الناس دي كلها على الار اي عشان تجيب الار كوبلن هيطلع معاك في الاخر واحد ماينس الكي في الجي اس على الاي اي الكلام ده زائد مين؟ الار اي معلش بشكل عام عشان ممكن ده يكون سيريس موتور اساسي خلاها ار ام اللي هي الموتور ريزيستنس يعني بشكل عام هي الار ام الموتور ريزيستنس بص هو الار ايكوبلنت هنا عشان احنا الحاله دي جنريتد خدناها ناحيه يعني انت لما بتجيب الار ايكوبلنت في الحته اللي بتاعت يعني عند السورس اللي عندك انت لو شلت السورس ده وحبيت تحط الدرس فيما بعد ايكوبلنت سيرف اللي هي لما احنا بنقول V7 و R7 احنا في الاخر عاوزين حاجه زي كده ليه انا ما اعرفش بصراحه عشان كده بقول لك انا هدور على الاجابه فبالتالي السبلاي فولتج اللي هنا بالنسبه لك اللي هي الحته دي ده الاي كانت العكس السبلاي بتاعك كان كده طيب ده بالنسبه لك مين؟ الار الكوبرا بالنسبه لك في مشكله حتى كده؟ طيب الحاجه الثانيه الراجل ده معناها كلمة إن أنت بتعمل ريجنريت بالنسبة لك معناها أنت بترجع باور من الموتور على الصباية اللي عندك تمام؟ بس السؤال المهم هل الراجل ده كده بيرجع باور في أي كونديشن ولا في ليميت معين؟ في ليميت معين لأن لو السرعة بتاعتك قلت بمقدار معين هتلاقي بعد كده كل الباور الموجودة في الراجل ده هتتحول كلوسز جوه الموتور نفسه فمش هياخد منها حاجة بالإضافة إن السرعة برضه نفس النظام ما ينفعش تنزلها بزوم عشان الميكانيكال سيستم نفسه فبالتالي يبقى عندك مينيمم وفي ماكس في عندك هنا المينيمم بتاعك برقم معين والماكسيمم برقم معين اللي خلالهم اقدر ارجع باور على الصباي بعد كده مش هينفع ارجع باور تاني على الصباي اللي عندي احسبها ازاي؟ بكل بساطه احنا هنا بالنسبه لك الاي هي عباره عن الفي اي زائد الاي في الار ام طيب ايه الحاجه هنا الفاليبل بالنسبه لك او اللي هي تحدد اللي هي بالنسبه لك دي الاي وانت عارف ان الاي بتاعتك ممكن زيرو ممكن تبقى كام؟ ممكن تبقى واحد تمام كده؟ فلو انت قلت بشكل عام ان الاي اللي هي اساسا الكي في الفاي او كي في الاي اف في الاوميجا هي عباره عن الفي اي زائد الاي اي في الار ام ده بشكل عام بالنسبه لنا في المسائل تمام؟ حضرتك الكي بتاعتك ممكن تبقى زيرو ممكن تبقى كام؟ واحد ده المينيمم بالنسبه لك وده الماكس مش كده؟ طيب وبالتالي معلش بالمره بس معلش انا اسف شيلوا دول حطوا بدالها واحد ماسك كيف مين؟ في البي اس تمام؟ وبالتالي لو انت حطيت الكيف بتاعتك في زيرو لو الكيف بتاعتك في زيرو ما يبقى كلمه في الكي يبقى يطلع ايه بالنسبه لك؟ الايه بالنسبه لك اللي هي الكي في الاي اف في الاوميجا هي عباره عن مين؟ الجي اس زائد الاي اي في الار ام وتقدر من هنا تجيب الاوميجا بالنسبه لك هي عباره عن الجي اس زائد الاي اي ار ام على الكي في في الاي اف بس خلي بالك دي او يعني بسبب خلي بالك هتعرض دلوقتي من نفسك ده بالنسبه لنا فين؟ ده لما الكي بيساوي زيرو
طيب لما الكي بيساوي ايه؟ هتلاقي ان الاي بيساوي الكي في في الاي اف في الاوميجا، لما تحط هنا بواحد ده يطلع زيرو معاك، وهنا اي اف مين؟ في الار ان. يبقى لما تعوض يبقى تلاقي الاوميجا بالنسبه لك هي عباره عن اي اي في الار ان على الاي اف الكي في في ايه؟ الاي اف. طبعا واضح هنا بالنسبه لك مين فيهم ماكس ومين فيهم مينيمم؟ اكيد اللي فوق ده بالنسبه لك هو الماكس، وده بالنسبه لك مين؟ المينيمم. تمام؟ يبقى خلي بالك الناس دي عكس الكهاب، فعشان ما تلخبطش نفسك في المساله، ما تلخبطش نفسك في المساله، سيب ده خالص، يعني شيل كلمه مينيمم وشيل كلمه ماكسيمم، وخلي بس كلمه مينيمم ماكس على مين؟ على اس بي، عشان بس ما تلخبطش في كلمه مينيمم ماكس في الحاجتين. وبرضه تبقى عارف المينيمم بيحصل لما الكيب بيساوي واحد، الماكسيمم بيحصل لما الكيب بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. تمام؟ اقل من السرعه دي كل الباور اللي موجوده عندك في السبلاي اللي هو يعتبر يعني الموتور يعني بتضيع تلوثث الموتور نفسها، فبالتالي ما بتلحقش تردع باور من الراجل ده على الشبكه اللي عندك او على السيستم اللي عندك. تمام؟ فبالتالي ما ينفعش تشتغل اقل من سرعه زي دي، او يعني ما ينفعش تردع باور وانت شغال عن سرعه اقل من كده. اكتر من سرعه زي كده ده بيبقى فيه مشاكل في ميكانيكا السيستم نفسه، فبالتالي بتحاول تعمل كنترول للسرعه بتاعتك دايما ما تجيبش عن الاوميجا ماكس. عامة انت كده ما بتوصلهاش يعني. باشمهندس هو الفيجن دي اللي توك هنا دي جدا فين؟ يعني انت بالنسبه لك لو بترسم لو مثلا بترسم مثلا وليكن السبيد مثلا مع التور، لو انت بتتكلم كموتور فهتلاقي بالنسبه لك مثلا الكونديشن بتاعك حاجه زي كده. تمام؟ لو بتتكلم كجنريتور الكلام ده بتركز تحت بحيث ان التوك بالنسبه لك كده والسرعه بتاعتك كده. انت خط الرسومات دي اللي هو التوك بدر او الفور بدر هتلاقي حاجه زي كده. هنا التوك بتاعك عكس بس السرعه ما زالت في نفس الدايركشن. يبقى انت هنا كانك بتعمل بريك، هنا ده بسميه موتور هنا بسميه بريك. وهتاخد الفورورد والريفرس والكلام ده. طيب اسالكم بس اسالكم سؤال، لو مسالتك بدل ما هي كده اصبحت كده، يعني بدل ما ترجع الباور على الصبايه ده هرجعها باور على ايه؟ على ريزيستنس. تمام؟ فبالتالي برضه ممكن يسالك هنا يقول لك مثلا اي حاجه الاي بي توقع نفسه وضع هنا الاي اس مش كده؟ الاي بي هو نفسه الاي اس، فبالتالي هتلاقي ان الاي بي بالنسبه لك هو عباره عن برضه واحد ماينس الكيف مين؟ في الاي اي مفيش منه مشكله. طيب لو عاوز تحسب الباور اللي هتضيع منك في الريزيستنس اللي هي بسميها ديسيبيت الباور او لوسس باور هتبقى كام؟ الاي بي سكوير في مين؟ في الار بي، يعني ده بالنسبه لك واحد ماينس الكيف في الاي اي الكلام ده سكوير بتمين في الار بي. تمام كده؟ طيب لو حبيت تشوف الار كوبرنت هنا هتبقى عباره عن كام؟ برضه نفس النظام هنا. الار كوبرنت هكتب فين؟ لو هتشوف الار كوبرنت بالنسبه لك بنفس المبدا هي عباره عن الاي زائد مين؟ لا سوري الاي على الار. طب الاي نفسها عباره عن كام؟ هي عباره عن ال الفولت اللي هنا هو هيبقى عباره عن الفولت اللي هو على الريزيستنس اللي هو مثلا بالنسبه لي يعتبر الفي دي والراجل ده هو شغال، يعني لو الراجل ده اساسا هيبقى عباره عن الفولت اللي هنا هو عباره عن الفولت ده زائد الدروب اللي هنا، يعني ده عباره عن الفي بي زائد الاي اي في الار ام، في نفس الوقت ده مين؟ هو عباره عن الاي بي مين؟ في الار بي، وفي نفس الوقت ده عباره عن ده اللي هو الواحد مع ست كيف الاي اي. يعني في الاخر تقدر عشان دي عاوزين دي يا شباب؟ لا لو انا اتعوض من هنا لهنا ومن هنا لهنا هيطلع معاك ان الاي بالنسبه لك هي عباره عن واحد ماينس الكي في الاي اي في الار بي. تمام؟ زائد الاي اي في الار ام، ده كان بالنسبه لك الاي. تمام؟ لو عاوز تجيب الار كوبرنت تقسم وعدد كل على مين؟ كله ده
على الاي اي لما ده معايا الار ام زائد 1 ناقص كي هو الدكتور حل معاكم مثال في المحاضره. لا هو عملنا برضه ما زلت برضه برنامج تاني. الكلام ده مش صعب، انت مجرد لو انت حافظ القانون بتقعد فيه. لو في تركه في نص المساله هتبقى تركه ماشينز، اللي هو ازاي تحسب الاي دي مثلا في المساله. تمام؟ لو في تركه في المساله شباب هتبقى تركه كلها مبنيه على ازاي تقدر تحسب مثلا الاي اي او ازاي تقدر تحسب الاي اف. اما تركات باور الكترونكس لا، انت حافظ القانون بتقعد فيه. لو في تركه في المساله هيبقى على الناس دي تجيبهم ازاي في المساله بس. غير كده مسألتك بتعوض فيها تعوض مباشر. ده اللي هو الـ VA زائد الـ IA في الـ RM.
ايه؟ هنصر بعضين على كده يعني. وده بالنسبة لك واحد مارس الكيف مين؟ الفيكس. الفيكس. دي كانت مسألة رقم 4. بص عشان انا تعبت بصراحة. مسألة رقم 5 كانت نفس المسألة بس انا في قليل قوي. اصل بحل حاجات مالهاش كانت على فكرة وانا في رابعة مش بذاكر الجزء ده. وكنت بسمع في الفيكس سيكشن والموضوع خلص على كده. انتوا بقيتوا معايا سيكشن واحد ان شاء الله يعني. ده هيكون فيه اخر شيء دكتور عادل ده عباره عن مسالتين ومفهومش جديد يعني مش هنتكلم فيهم بشكل جديد يعني. وما زلت وزين على دكتور هيثم اللي عمل لنا مسائل ثاني في الوارد وما اعرفش اللي هو الكونفير والكلام ده بحيث ان كل ده اقدر الاقي مفتاح السيكشن ان شاء الله. فنخليه الاسبوع الجاي بحيث ان هو ايه يعني يكون هو خد وقت كفايه ان هو يعمل لي مسائل. الكلام ده شباب انا محتاج اذاكر ما اذاكرش مسائل الشيء. حضرتك على طول خلاص عرفت الشيء بيتكلم عليه. امسك مسائل الامتحانات واخلص من الماده دلوقتي. لو عندك وقت يعني انت ذاكر. لو ما عندكش وقت مش لازم. على فكره الماده دي ممكن تلمها يوم الامتحان يعني ان شاء الله. بس لا بلاش عشان الناس تفتكر على كده وعلى كده. لا ذاكر من الوقت. امسك مسائل الامتحانات وخلاص. حد عاوز يسال في حاجه؟